مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم. وهذه التغطية المستمرة حول آخر التطورات في ظل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية الأخيرة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والجهود المصرية المكثفة في دعم القضية الفلسطينية. ما بين الجهود الدبلوماسية المكثفة منذ اندلاع الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية الأخيرة في 7 أكتوبر التي بذلتها مصر لا تزال تبذلها مرورا بقمة القاهرة للسلام 2023 والتي حظيت بمشاركة دولية واسعة تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تتخلى مصر عن دعم القضية الفلسطينية كعادتها انطلاقا من دورها التاريخي في دعم القضية القائم على أساس حل العادل بإقامة الدولتين. وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي دخلت مصر على خط الأزمة على الفور، وكثفت اتصالاتها الدولية والإقليمية على كافة المستويات لاحتواء الموقف ومنع مزيد من التصعيد بين الطرفين، وكذلك لم تتوقف الجهود المصرية الإنسانية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. ومع اندلاع الأزمة تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالات من قادة العالم لاحتواء الموقف، كما عقد عددا من اللقاءات الهامة مع كبار المسؤولين الدوليين والأمميين. وجاءت التحركات المصرية على كافة الأصعدة من أجل الإسراع في إدخال المساعدات. للمزيد نتابع هذا العرض.
إذن كما تتابعون مشاهدينا على الهواء مباشرة، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية والتي ستعقد في مدينة الرياض. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية وسبل التحرك العربي والإسلامي إزاءه. وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية استمرارا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية. على كل حال المزيد ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. دكتور طارق، بداية أرحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. قبل أن نتحدث عن الموقف والدور المصري في الحياة تجاه هذه القضية، دعني أقف معك عند مستجدات ما يحدث على أرض الواقع في قطاع غزة. في الحياة التصعيد لم تشهده هذه الأزمة استهداف أصبح مباشرا إلى المدنيين إلى المستشفيات. تعليق حضرتك بداية على هذا التصعيد دكتور. تحياتي لحضرتك أستاذة ندى ولكل المتابعين. يعني طبعا هذا التصعيد غير المسبوق بيؤكد أنه يعني إسرائيل هي تريد يعني قتل مزيد من المدنيين الأبرياء العزل الأطفال، إرهاب هؤلاء المدنيين البسطاء. أول حرب في تاريخ البشرية، يعني في العصر الحديث 2023 نجد هذا الجيش النظام المدجج بكل هذه الترسانة من الأسلحة يعني يقتل الأطفال والنساء والمدنيين ولا يقرب. يعني نحن لا نعرف ما قدم وما حقق من نتائج مع جماعات المقاومة. أين الفيديوهات وأين ما حققه على أرض الواقع من نتائج عسكرية مع جماعات المقاومة؟ هذه حرب تشن ضد المدنيين، هذه حرب يعني قذرة لا أخلاقية، قتل وتقتيل للمدنيين العزل، لكن أين النتائج العسكرية على الأرض؟ أين ما حقق؟ أين ما وصل له من أين يعني سواء كان البنى التحتية لحركات المقاومة، سواء الأعداد التي قام بقتلها من أعداد التي تقوم بالمقاومة وبالحرب. هذه الحرب الحقيقية، أنه يقوم بضرب من قام بضربه ومن لطمه ومن أهان كرامته ومن مرغ أنفه في التراب في 7 أكتوبر، لكن أن يستأسد على المدنيين العزل هذا أمر في غاية الغرابة وفي غاية الوقاحة، وأنه ينتهك كل القوانين والمبادئ والأعراف والأخلاقيات. وهذا يعني يشهده العالم ليل نهار، والكل يعني واضح أنه لا يستطيع أحد أن يشكك فيه، حتى أن الصحفيين الأجانب قاموا قرابة ما يناهز 800 يعني حوالي 1000 صحفي أجنبي وقعوا عريضة أن يعني هذه حرب وأعمال وحشية بربرية، وأن تغطية الغرب تغطية غير مهنية، وأنه يتعمد قتل المدنيين. يعني هذه يعني الغرب يعني من بني جلدهم. طيب، يعني شاهدوا على أنفسهم. طيب دكتور طارق، في الحقيقة في بداية كلام حضرتك استخدمت مصطلح أن إسرائيل تريد قتل واستهداف المدنيين العزل الأطفال والنساء. هل هذا يعني من وجهة نظر حضرتك دكتور طارق أن الأهداف المعلنة من قبل إسرائيل لهذه العملية البرية الموسعة على حد تعبيرهم لم تكن الأهداف المعلنة؟ أعني بسؤالي أن هل إسرائيل لربما أهداف أخرى من هذا الهجوم الوحشي على القطاع؟ بالفعل يعني هي الصورة غير واضحة بالنسبة للجانب الإسرائيلي، والخلافات والانقسامات ما بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع وما بين يعني الأجهزة الأمنية، وانتقد هذه الأجهزة الأمنية ثم تراجع واعتذر عن ذلك الانتقاد. أتصور أنه ما أن تضع هذه الأعمال الوحشية أوزارها، لا نقول حرب وإنما هي أعمال قذرة وأعمال قتل للمدنيين،
أتصور أنه سيكون هناك يعني تحقيقات كبرى وإقالات ومحاكمات ومخالفات، فأتصور أنه يريد إطالة، يعني هذه الحكومة المتطرفة تريد الإطالة واستمرارية هذه الأعمال الوحشية هروبا من الأمام، هروبا من مشاكلهم الداخلية. هم مأزومون داخليا، لهم يعني خلافات وتحقيقات وإقالات يعني انتهوا، يعني هذه الحكومة انتهت سياسيا. يعني الصحافة حتى العالمية تقول إن نتنياهو أول شخص ميت يمشي على قدمين، هو ميت سياسيا قولا واحدا. فتصور أن كل هذا اليأس والإحباط فتكون نتيجته يعني هذه الأعمال الإجرامية واستهداف المدنيين وإرهاب المدنيين، متصورين أنهم يعني يثأرون، متصورين أنهم يطيلون مدة بقائهم في الحكومة، متصورين أنهم سيفعلون هذه الخيالات والهلاوس السمعية والبصرية التي تراودهم في تهجير الفلسطينيين. لن يتم تهجير الفلسطينيين، ولم يسمح أحد بأن يتم تهجير الفلسطينيين. فتصور أن كل ذلك يعني تخبط في تخبط، والولايات المتحدة تعطي لهم الأوقات والإمكانات ومزيد من الفرص علهم يحققوا نتائج، ولكن النتائج لن تتحقق نتائج عسكرية ولم تتحقق نتائج سياسية. كل الذي يحققونه، كل الذي ينجزونه هو قتل مزيد من المدنيين والأطفال والنساء الذين يعني لا ذنب لهم ولا جريرة، وهم من المفروض أنهم يعني يتم حمايتهم من قبل كل القوانين الدولية. حتى يقصفون كل المستشفيات، كل المستشفيات أصبحت أهدافا عسكرية. صحيح صحيح، لأول مرة في التاريخ أن تصبح المستشفيات الأماكن الآمنة يعني أهداف عسكرية لجيش نظامي متجج بكل هذه، حتى أن المستشفى الوحيدة أصبحت أو أصبح يتم استهدافها أكثر من مرة على مدار اليوم. دكتور طارق، طيب حضرتك أشرت إلى الموت سياسيا أو استخدمت هذا التعبير يا دكتور، ولكن فيما يتعلق بفكرة محاولة النجاح أو نيل الرضاء الشعبي، دعنا نقول يا دكتور، شعبية نتنياهو بشكل كبير تأثرت داخليا، إلى أي مدى من الممكن أن تكون هذه التحركات استفاقية لا يعني تقليل هذا الهجوم الوحشي الذي يحدث في الداخل؟ أعني أن الداخل الإسرائيلي لا يرضى بشكل أو بآخر عن هذه التحركات. لا، والداخل الإسرائيلي يعني لماذا تراجعت شعبيته؟ الداخل الإسرائيلي يعني لا يظهر يعني أي تعاطفا، وأتصور أنه هو راض وهو انتخب هذه الحكومات المتطرفة، ودائما الحكومة هي يعني هي انعكاس للإرادة الشعبية، دائما الحكومة هي بنت ذلك الشعب، هي من تداعيات وإفرازات ذلك الشعب، فلا يوجد يعني حكومة منبتة ومنعزلة عن شعبها، فالشعوب هي التي تختار هذه الحكومات. ولكن عدم الرضاء في هذه اللحظة نتيجة عدم توفير الأمان له، لأن هو كان من المفروض أن نتنياهو ادعى أن يعني هذه العمليات وهذا الحصار المضروب على قطاع غزة وهذه العمليات التي قام بها دي خامس حرب يتم شنها على غزة، كل ذلك من أجل توفير وتأمين المواطن الإسرائيلي، الناخب الإسرائيلي. لكن الناخب الإسرائيلي، المواطن الإسرائيلي يجد أنه كاذب أشر، وأن هذه الحكومات خدعات، وأنها لم تستطع أن توفر له الحماية أو توفر له الأمان. ولأول مرة يتم يعني صافرات الإنذار والرعب لديهم، وأنهم يلجؤون إلى المخابئ ويلجؤون ويتم يعني تهجير بعضهم في مخيمات ونزوح البعض الآخر وهروب البعض إلى مواطنهم الأصلية، سواء كان في دول في أوروبا الشرقية أو أوروبا الغربية. أتصور أن كل ذلك له انعكاس، وهذه الشعبية تراجعت نتيجة أن وجد الناخب الإسرائيلي، المواطن الإسرائيلي، أن كل تلك السياسات الحمقاء والإجرامية لم تستطع أن توفر له الحماية أو الأمان. يعني إن وفرت له الحماية والأمان كان سيكون معها قلبا وقالبا، ولكنه وجد يتم تهديدهم، أنهم يعني حياتهم على في خطورة، أنه أسر البعض، قتل البعض، تهديد البعض، اضطرابات ورشقات الصاروخية، وأن كل تلك المظلات الأمنية، قلت باتريوت، سات، مقلع داوود، القبة الحديدية، كل ذلك
بكل تلك يعني الخيمة الأمنية بكل تلك الترسانات خابت ولم تستطع أن توفر لهم الأمان. لذلك كان ذلك التراجع الرهيب والشعبية يعني نزلت إلى أدنى مستوياتها لتلك الحكومة المتطرفة. طيب دكتور طارق، وهل هذه المعادلة أو فكرة أن المزاج العام للشارع في أي دولة والإرادة الشعبية وانعكاس أن الحكومة بتكون انعكاس لمتطلبات الشعب، هل المعادلة دي بتنطبق الآن أيضا على بعض الدول الداعمة بشكل مباشر لإسرائيل مثل الولايات المتحدة، بعض الدول الأوروبية؟ نرى هناك تباين في ما تريده هذه الحكومات أو حكومات هذه البلدان والإرادة الشعبية لقطني هذه الدول. جميل جدا السؤال ده أستاذنا أستاذ ندى، لأنه بالفعل دايما يفرقه ما بين يعني رغبات الشعوب وأن الشعوب ضد تلك المذابح، لكن الحكومة متخذ القرار مع هذه. أتصور أنه بهذا احنا أمام لحظة تاريخية فارقة، أمام انكشاف الحقائق. خلاص ما فيش لا كذب ولا مراوغة. احنا دلوقتي ايه الحقيقة؟ الحقيقة انه اما هذه الحكومات حكومات ديكتاتورية لا علاقة لها بارادة الشعوب الاوروبية والامريكية، او ان يعني هذه المجموعات لا تشكل المينستريم او التيار الغالب في هذه الحكومة، يعني لا خيار ثالث. اما أن الديمقراطية كاذبة زائفة، وأنهم يصدرون لنا يعني الكذب والهراء وأنه لا ديمقراطية ولا يحزنون، وإما أنه هذه المجموعات التي تعترض على هذه المذابح لا تشكل إلا نسبة ضئيلة في مجموع الإرادة الكلية. وأتصور أنه أكبر دليل تلك التغطية، تغطية الصراع منحازة بشكل رهيب، يعني الطائرات والمدفعية تقتل وتدمر وكل هذه الأمور والأطفال وهذه المشاهد الدموية، ورغم ذلك الخطاب المهني الإعلامي هناك المهني في خطاب لا إنساني، خطاب لا محرض، خطاب لا إنساني ضد الفلسطينيين، خطاب يعني غرف الأخبار وغرف الأحبار هناك في أوروبا والولايات المتحدة أصبحت يعني تزيف الوعي وتسحر الأعين ويعني تبرر التطهير العرقي والمضامين الرسائل الإعلامية كلها سموم. يعني ما هذا كله؟ ومتخذ القرار يعني يدعم بالسلاح ويدعم بالأفكار ويدعم سياسيا وضد وقف إطلاق النار، الكل ضد وقف إطلاق النار، حتى إيمانويل ماكرون على فكرة يعني هو بيتحدث عن الهوميتيريان بوزس أو الهدن الإنسانية، لكن هو ضد برضو وقف إطلاق النار، الكل ضد وقف إطلاق النار والكل مع هذه المذابح. فانكشفت السياسات والسياسات المتخذ القرار في القيادات السياسية العليا والسياسات الإعلامية. في الحقيقة في النقطة دي ما حضرتك كامل الحق، حتى يا دكتور الحديث كان ليس على وقف إطلاق النار ولكن كان على هدنة إنسانية مؤقتة فقط. طيب دكتور طارق، في الحقيقة خلينا نتكلم مع حضرتك شوية على الموقف المصري. في الحقيقة مصر في هذه الأزمة استخدمت دبلوماسية وصفت بالماراثونية، دبلوماسية وصفت بالخشنة، تحركت مصر بشكل سريع منذ أن اندلعت هذه الأزمة. مصر في الحقيقة تمتلك من الأدوات ومن العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع مختلف الأطراف في هذه الأزمة، يوفر لها ما لا يوفره لغيرها من تحركات، وهي اللي استخدمته بشكل كبير. هبدأ مع حضرتك من آخر المحطات على غرار محطة اليوم، وهي قمة القاهرة للسلام. كيف من الممكن استخدام قمة القاهرة للسلام كسلم أو كتحرك للبناء عليه في قمة الرياض اليوم؟ تمام أستاذة ندى، يعني قبل ما أتكلم مع وأجاوب على هذا السؤال، أشرت إلى نقطة مهمة للدبلوماسية المصرية. بالفعل أنا أصفها بأنها كانت دبلوماسية القوة أو قوة الدبلوماسية، وأنها كانت يعني دبلوماسية المعاملة بالمثل، عندما كانت ذلك الموقف للدولة المصرية وقالت أنه لا، إذا تتحدثون عن عدم إدخال مساعدات إذن لا خروج ولا نزوح للأجانب، خطوة أمام خطوة، تصعيد أمام تصعيد. فهذه دبلوماسية الرجال ولاقت يعني ذلك الاستحسان والقبول في الشارع المصري والشارع العربي. أيضا أتصور أنه
يعني هذه التحركات الماراثونية كما وصفتيها فعلا تحركات يعني تلاقي ذلك القبول والاستحسان من الشارع المصري، خاصة أنه تحرك على كل المسارات وفي كل الطرق وعلى كل المستويات. أيضا أتصور الآتي، أتصور أن الدولة المصرية ظهرت بهذه الحكمة، الحكمة فيما يتعلق بأنه إظهار وتبيان رؤيتها وتقديراتها الاستراتيجية، ذلك أن كل تصورات مصر السياسية وتقديراتها الاستراتيجية يوما بعد يوم بيثبت العالم مدى دقتها، وأن القيادة السياسية المصرية تعرف القضية الفلسطينية كما تعرف خطوط كف يدها بالضبط، لأنه صحيح. الجدار بالجدار، وتعرف كل الملفات يعني معلومة ومحفوظة للدولة المصرية وللقيادة المصرية ولجهازاتها الاحترافية المهنية. وتصور أنه يعني لن نتحدث بقى كثيرا عن ما قامت به أدوار واتصالات وتلك الجولات وزيارات وزير الخارجية في سواء كان في عمان أو في باريس أو في أو قمة القاهرة للسلام. الجهود مضنية، الدولة صحيح. المصرية تقوم بجهود مضنية. أما في سؤالك عن هذه القمة الأخيرة، تصور أنه ما قامت به الدولة المصرية يعتبر وكأنه يعني بروفا جنرال، أو أنه كانت بمثابة يعني إعداد ورقة حتى تكون يتم وضع النقاط على الحروف، أنه هناك مسارات، مسار تقديم الإغاثات بشكل كبير ووتيرة سريعة تتكافأ وتتناسب مع حجم المعاناة، أنه مسار تخفيف التصعيد، مسار وقل ضرورة وحتمية الوقف الفوري، وأنه استخدام العرب بالأوراق القوة، لأن العرب لديهم أوراق قوة وصولا للتسوية السياسية الشاملة. أتصور أن مصر ظهر للعالم جميعا أن مصر يعني هي الدولة التي تحافظ على العروة الوثقة، عروة العرب الوثقة، وأنه لم فكاك لها، وأن مصر يعني دائما بتنسك كل هذه العلاقات، وأنها دائما تجابه وتقابل الإساءة بالإحسان مع الكل، فما بالك بالأخوة الأشقاء، اللحظة الواحدة، اللغة الواحدة، الجغرافيا، التاريخ، المصير المشترك. فمصر دائما يعني تجمع ولا تفرق. أتصور ستنقل لأشقائها هذه الخبرات وتربتها ورؤيتها لحلحلة هذه الأزمة، وأن هذه المشكلة المستعصية وقضية العرب الأولى أنها رحم كل عدم الاستقرار وموجات العنف، أنها صحيح. ليست فقط قضية سياسية وإنسانية، وإنما أيضا هي قضية مصيرية، لأنه يتقع في قلب العالم العربي صحيح. والعالم العربي هو سرة ذلك الكوكب. فأتصور أن استقرار وحل هذه القضية سيعود بالخير على كل الأطراف وكل دول العالم، مما يحقق الاستقرار، وهو المفهوم اللي بتسعى عليه الدولة المصرية صحيح. من خلال يعني الاصطفاف وتحقيق وحفظ السلم الدولي بشكل عام. صحيح. أنا في الحقيقة بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخلة. صارعت الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة ببذل جهود حثيثة لتقديم كافة سبل الدعم لأهالي القطاع المحاصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق. المزيد حول أبرز المساعدات المصرية لأهالي غزة نتابعها في هذا العرض والزميلة شهند عبد الرحيم. أهلا بكم. منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، سرعت مصر إلى التحرك على كافة المستويات لحقن دماء الشعب الفلسطيني، وبذلت جهودا حثيثة لمساعدة سكان القطاع، سواء على المسار السياسي لتهدئة الموقف أو على المستوى الإنساني من خلال قيادة عملية تنسيق وإدخال المساعدات لإغاثة أهالي غزة. وفي تحرك مصري مبكر، استضافت مصر قمة القاهرة للسلام والتي دعا إليها الرئيس السيسي بمشاركة العديد من زعماء وقادة العالم والمنظمات، والتي استهدفت وقف العدوان على غزة والتوصل إلى توافق اتساقا مع المبادئ الدولية والإنسانية لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار وحشد المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في القطاع. يأتي هذا فضلا عن اللقاءات والاتصالات بين الرئيس السيسي وقادة وزعماء العالم لإقرار التهدئة في الأراضي المحتلة.
على الصعيد الإنساني، استقبلت الدولة المصرية مجموعات من الجرحى والمصابين الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي على غزة، وذلك لتلقي رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية والمتواجدة بمعبر رفح البري أو داخل المستشفيات، فيما تم تحويل بعضهم إلى المستشفيات المجهزة بشمال سيناء. جاء هذا بعد أن اتخذت الدولة جملة من الإجراءات لاستقبال المصابين والمرضى من قطاع غزة، حيث تم رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة هيئات وزارة الصحة، ورفع الطاقة الاستيعابية لعدد من المستشفيات، والتأكد من جاهزيتها من القوى البشرية بكافة التخصصات، والتأكد أيضا من توافر الأدوية والمستلزمات، إلى جانب الدفع بعيادات متنقلة للتعامل مع بعض الحالات المرضية، فضلا عن تخصيص عدد كبير من سيارات الإسعاف للاصطفاف بمعبر رفح البري. استقبال المصابين والجرحى من قطاع غزة يأتي بينما يواصل معبر رفح البري استقبال دفعات جديدة من مزدوجي الجنسية والقادمين من قطاع غزة، إذ يهدف إعادة فتح المعبر إلى تسهيل مغادرة المزيد من الأجانب الذين يسعون لمغادرة القطاع، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق. أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطلاق قوافل من المساعدات الإغاثية لأهالي فلسطين ضمن الجسر المتواصل من المساعدات المصرية لقطاع غزة، بإرسال عشرات القاطرات بشكل يومي ومنتظم محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية لتقديم الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين. كما أعلنت مؤسسة حياة كريمة إطلاق مبادرة من إنسان لإنسان لدعم أهالي فلسطين، وأطلقت قوافل محملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر رفح البري، تحتوي على المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الطبية اللازمة، مع استمرار تجهيز المزيد من المواد الإغاثية والمساعدات. إشادة دولية واسعة النطاق تلقتها الدولة المصرية بالجهود التي تقوم بها في الأزمة الحالية سواء السياسية أو الإنسانية، حيث رحبت منظمة الصحة العالمية باستقبال الجرحى من الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، مؤكدة دعمها في التخطيط لإنشاء نظام شامل للفرز وتثبيت حالة المرضى وإجلائهم طبياً، وتعاونها أيضا مع جمعية الهلال الأحمر المصري لضمان توافر خدمات دعم المصابين بالصدمات النفسية. التحركات المصرية على الجانب الإنساني جاءت في ظل حرص الدولة المصرية على دخول قوافل المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري لإغاثة سكان القطاع، وذلك مع تواصل مطار العريش في استقبال طائرات المساعدات الإنسانية والمقدمة إلى الجانب الفلسطيني من الدول العربية والأجنبية ومنظمات الإغاثة. مشاهدينا، كان هذا عرضا حول جهود الدولة المصرية والتي تهدف لتقديم كافة سبل الدعم الإنساني والسياسي لقطاع غزة والمحاصرين وتخفيف معاناتهم جراء العدوان الإسرائيلي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. شكرا لكم على طيب المتابعة. الجهود المصرية لا تتوقف لدعم القضية الفلسطينية، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى لاندلاع الاشتباكات في فلسطين بتكثيف اتصالات مصر مع جميع الأطراف ذات الصلة، فمصر على اتصال مباشر مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وكذلك الأطراف الإقليمية والدولية منذ اندلاع الأزمة وحتى الآن، حيث تقود مصر بجهود كبيرة وفارقة لوقف التصعيد على غزة وتهدئة الأوضاع. وقرارات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت تأكيدا على دعم مصر الدائم لفلسطين، ولم تكترث مصر جهدا لدعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات سواء الدولية أو الإقليمية. على كل حال، للمزيد عبر
حول هذا الموضوع عبر الهاتف ينضم إلينا الأستاذ مصطفى عبدالله، باحث بالمركز المصري للفكر ودراسات الاستراتيجية. أستاذ مصطفى، بداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز إلى هذه التغطية. في الحقيقة مصر من الدول العربية الوازنة، يمكن كنا بنتكلم منذ لحظات عن التحركات المصرية منذ اندلاع الاشتباكات ومنذ اندلاع هذه الأزمة، ومصر يعني لم تدخر أي جهد لمساندة ومساعدة الأشقاء في فلسطين. بداية، كيف من الممكن أن يكون لهذه التحركات انعكاس على قمة اليوم؟ صباح الخير يا أستاذ ندى، وصباح الخير على السادة المشاهدين. نحن النهاردة في اليوم 36 من الحرب، يعني وكما شفنا في التقرير نتائج حرب ثقيلة جدا، 11,000 شهيد، منهم حوالي 4,500 طفل، 3,000 شهيدة من النساء، 670 حوالي شهيد من العجائز والمسنين. بخلاف كده تأثيرات كبيرة جدا جدا على البنية التحتية للمستشفيات والمرافق الصحية. الدولة المصرية في إطار كل ده لم تكن يعني في حل عنها تساعد في محاولة رأب هذا التوتر الكبير جدا الذي يضر بحياة المواطنين في غزة. مصر من اليوم الأول اشتغلت على محورين أساسيين جدا، وهو محور التدخل السريع وقصير المدى، وده كان ذو بعد إنساني، ومحور آخر طويل المدى ذو بعد سياسي ودبلوماسي. طبعا احنا شفنا من الايام الاولى لبدايه هذه الحرب الغاشمه على القطاع الفلسطيني او قطاع غزه، شفنا ان الدوله وجهت بان مطار العريش يكون هو مركز لتلقي المساعدات الانسانيه من كافه دول العالم. في مقابل ذلك مصر منفرده قدمت الى الشعب الفلسطيني او الشعب الموجود في غزه قرابه 7,000 طن من المواد الغذائيه العاجله. مصر كانت في هذا الإطار بتطلب ولا زالت تطلب ولا زالت تحث دول العالم على الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية، وكمان زيادة معدلاتها البطيئة جدا والتي بيتم إبطائها عن عمد من الجانب الإسرائيلي عن طريق يعني اتخاذ إجراءات مرهقة لمواصلي المساعدات الإنسانية عن طريق تفتيشها وعدم السماح بدخول الكثير منها. مصر كمان طالبت بإجلاء الجرحى، إجلاء المصابين، المرضى بأمراض مزمنة خطيرة مثل مرض السرطان ومثل مرض الفشل الكلوي وغيره من الأمراض. مصر كمان تعمل بقوة من أجل إجلاء الأجانب المتواجدين بداخل القطاع. مصر طالبت كثيرا وحثت دول العالم وحثت الضمير الإنساني على البدء بشكل عاجل في هدنة إنسانية لإيصال المساعدات الضرورية جدا. الشعب الفلسطيني الموجود في غزة يواجه خطر المجاعة، يواجه خطر الأمراض المعدية بسبب انتشار الصرف الصحي. مصر كمان بتتصدى بقوة منذ اليوم الأول لخطة خبيثة جدا لتهجير الفلسطينيين الموجودين في غزة بشكل قسري، وده بيضاد لنقدر نقول لأعراف قوانين المجتمع الدولي اللي بتمنع الإبادة الجماعية والتهجير القسري. صحيح. مصر طالبت بأمن المستشفيات والمدارس اللي بيختبر فيها حاليا عشرات الآلاف من المدنيين العزل اللي ملهمش مكان، وده ملهمش مكان لأن 50% من المنشآت السكنية في القطاع تم تدميرها عن طريق نقدر نقول الغارات القصف السجادي اللي هي بتدمر كل شيء أمامها. مصر طالبت أيضا بضمان حركة سيارات الإسعاف والإغاثة اللي منها 50 عربية إسعاف في القطاع، اللي هو يعني ما عندوش عدد كبير جدا من سيارات، حوالي 100 سيارة، تدمر منها 50 سيارة بسبب الغارات عليها، وده قص متعمد بيتعمده الجانب المعتدي إن هو يبقى يدعي زورا. وفي الحقيقة في نقطة مهمة جدا أستاذ مصطفى، كل التحركات دي كانت على أرض الواقع، في الجزء الثاني على حسب تعبير حضرتك المتعلق بخطة طويلة الأمد، مصر حاولت توحد الصف العربي، حاولت مرارا وتكرارا الخروج بأجندة عربية موحدة، وده ظهر جليا في قمة القاهرة للسلام اللي من الممكن أن يتم البناء على بيانها الختامي في قمة الرياض اليوم. في الحقيقة الدول العربية مجتمعة عندها الكثير من الأدوات السياسية اللي من الممكن أن يتم استخدامها كورقة ضغط، والخروج بموقف عربي
دعنا نقول أستاذ مصطفى موحد، كيف من الممكن أن تكون مصر لها دور واضح في الخروج بهذا المستهدف من قمة الرياض اليوم؟ احنا خلينا نقول ان دور مصر الطويل مدى ذو البعد السياسي والدبلوماسي هو الدور ده بدأ من سنين طويلة جدا قبل يوم 7 اكتوبر بهدف توحيد الصف الفلسطيني اولا وهدف وتوحيد القوى العربية كلها لنصرة القضية الفلسطينية ولإحلال السلام والأمن الدائمين في المنطقة عن طريق إقامة الدولة الفلسطينية اللي الأعراف الدولية توافقت عليها. مصر برضو من اليوم الأول الأزمة دخلت في اتصالات مكثفة جدا مع أطراف عربية ودولية، يعني احنا لو شفنا الإحصاءات هنلاقي إن القيادة السياسية في مصر أجرت 47 مكالمة مع قيادات وزعماء وملوك ورؤساء وزارات ورؤساء دول بهدف التباحث سريع حوالين الأزمة، كان في أغلبها مع قيادات عربية وقيادات غربية، بخلاف كده قمة القاهرة للسلام اللي هي القمة الأهم حتى الآن، القمة الأهم لأن يعني احنا شفنا تمثيل دولي واسع جدا وتمثيل عربي قوي. الهدف من ايه؟ ان احنا نحاول نجد بوصلة لإنهاء هذا الصراع. مصر في هذا المؤتمر أكدت على عدد من الثوابت، أولا عدم السماح بالتهجير، استئناف عملية السلام، إدخال المساعدات، وده اللي كل الدول في العالم أصبحت بتطالب بيه الآن، حتى الدول الغربية التي كانت مؤيدة لإسرائيل أصبحت الآن تطالب بضرورة احترام الشرعية الدولية، بضرورة احترام القوانين الدولية، بضرورة حماية المدنيين، بضرورة حماية الأطفال، بضرورة حماية النساء، بضرورة إدخال المساعدات، بضرورة البدء في هدنة، بضرورة وقف الاعتداء الغير مبرر. صحيح صحيح صحيح. في الحقيقة كل دي تحركات مصرية كانت واضحة للجميع، بداية يمكن من النقطة اللي حضرتك أشرت ليها قبيل هذه الأزمة، وهو محاولة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني ووحدة الصف الفلسطيني، ومن بعد هذه الأزمة من كل هذه الاتصالات والتحركات الدبلوماسية المكثفة وصولا إلى قمة القاهرة للسلام. على كل حال أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ مصطفى عبد الإله الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بشكر حضرتك على هذه المداخلة. ومشاهدينا إلى هنا نكون قد وصلنا لختام هذا الجزء من هذه التغطية، ولكن التغطية مستمرة مع حضراتكم على شاشة إكسترا نيوز، دقائق وتلتقون الزميلة حبيبة عمر.